أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى الحمد الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم في دينه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يعلمنا من دينه ما جهلنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وجميع من اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. لا زال حوارنا موصولا في موضوعات كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز ابن عبد السلام، وقد كنا قد وقفنا عند قوله فصل في معاملة من أقر بأن أكثر ما في يده حرام، وعلاقة ذلك بالمصالح. أول شيء يعني نقف عليه أننا نبرز علاقة العنوان بموضوع الكتاب، وهو أن الإنسان إذا أدرك أن الذي يتعامل معه كان أغلب كسبه من حرام، فالتنزه والابتعاد عن مثل هذه المعاملة أو هذا التعامل لا شك فيه من المصالح ما فيه، وبعد كذلك عن المفاسد واضح وبين بلا شك. وتعودنا من قبل أيضا أن نوضح مصطلحات العنوان، فكلمة معاملة تقتضي تبادل وتقتضي مفاعلة بين طرفين، وهذا التعامل يتنوع ويتعدد، سواء كان تعامل من خلال البيع والشراء أو في مفهوم أعم وهو التجارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة أعم من مدلول كلمة الإيه؟ البيع، وبالتالي البيع والإجارة والسلم والرهن وغير ذلك يدخل في هذا الإيه؟ هذا المسمى وهذا التبادل. الإقرار هو الإخبار بحق للغير على النفس، هذه معنى كلمة الإيه؟ الإقرار. الحرام بلا شك، وطبعا كلمة ما في يده أي ما تحت يده من مال مملوك قادر على التصرف فيه دون الرجوع إلى مين؟ إلى أحد. يعني الملكية هنا ملكية إيه؟ مطلقة، ملكية مطلقة على ما فيه، سواء كانت بقى إيه؟ حلالا أو كانت إيه؟ حرام. فكلمة ما في يده تدل على ملكية الإيه؟ تدل على ملكية العين، ملكية تامة، ملكية إيه؟ تامة، تام، قادر على التصرف فيها بكل جميع أنواع التصرفات. كون بقى إن هو قال إقرار بأن ما في يده حرام، والحرام هو خلاف الإيه؟ الحلال، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى، أو جاءت تمام تعاليم قرآنية أو نبوية تدل على أن هذا الشيء محرم في دين الله أو على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بعرض استفهام قائلا: فإن قيل ما تقولون في معاملة من اعترف؟ طبعا عشان يبين في الأساليب، الأب أول كده أقر والمرة الثانية قال إيه؟ اعترف بأن أكثر ماله حرام،
هل تجوز أي تجوز المعاملة لمثل هذا؟ يعني كتير قوي من الناس يسألوا ويقول لك والله أنا عارف إن فلان تاجر مخدرات، هل يصح أن أخذ منه صدقة؟ ده الفقير. هل يأتي آخر ويقول هل يصح أن أشتري منه عربية سيارة؟ هذه الأسئلة تطرح في واقعنا كذا. فالشيخ يجيب لك عن هذا الإيه؟ هذا التساؤل. يقول هل تجوز، وطبعا مدلول كلمة الجواز كما سبق وذكرنا من قبل مفهوم عام، بس نظرا لأنه إذا كان المتلقي يفهم مدلول كلمة الجواز بالإباحة فهو يصح أن يطلق الجواز على مين؟ على الإباحة. وهنا مقصوده ماذا؟ يباح، لأنها أدنى درجات مين؟ الحكم التكليفي الإيجابي. يعني احنا عندنا حكم تكليفي إيجابي وسلبي. الإيجابي يتعلق بأول بالمباح والمندوب والواجب، والسلبي بالمكروه والإيه؟ والحرام. يبقى هنا هل تجوز، يعني هل يباح التعامل مع مثل هذه الحالة التي بين أيدينا الآن أو هي موجودة في واقعنا؟ قلنا، قال لك أم لا؟ قلنا إن بيضع قاعدة يا جماعة لمن عشان خاطر نسير بها في واقع حياتنا، فقال لك إن غلب الحرام عليه، يعني وطبعا هنا ما قالش إن ظن، ولكن لابد بإيه؟ بيقين، يعني لابد بدليل أدرك معه أن كسبه وما يستفيده من معاملاته حرام قولا واحدا. إن غلب الحرام عليه، يعني على مين؟ على ماله، تمام؟ بحيث يندر الخلاص منه، تمام؟ لم تجز معاملته. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني المال يعني لا يمكن أن يتخلص من هذا المال الحرام. يعني عنده مالين، نقدر نميز هذا من ذاك ولا لا نقدر؟ فإن غلب الحرام بحيث لا يمكن تمييز الحلال من الحرام، تمام، وإفراد الحرام جانبا عشان أقول الجزء ده هو حلال، يبقى هذا لا إيه؟ لم تجز معاملته قولا واحدا. وبناء على ذلك من يتعامل مع هذا النموذج يكون قد ارتكب إيه؟ إثما، وأدخل على ملكيته مالا حراما. مالا إيه؟ حرام. طيب هو بيقول إيه؟ إن غلب الحرام على المال بحيث لا يمكن تمييزه مقدار الحلال من الحرام، بأن المكسب ده كله غالبا لا ينفك عن ماذا؟ عن تجارة المخدرات أو عن الدعارة أو غير ذلك من الكسب الإيه؟ الحرام. بقول بحيث يندر، يعني لا توجد عندنا سبيل لتفصيل وتخليص وتمحيص وتمييز نوعي المال، لأن المال الحرام ذاب فين؟ دخل الحرام على الحلال فكثره، تمام؟ يبقى في هذه الحالة فجاء بعد ذلك الحرام فعمل إيه في الحلال؟ زي ما قال الرجل فبعثره، فإيه؟ فبعثره. هنا لم يتميز أي صنف من أموال الكسب، تمام، من أي صنف من أموال الكسب إلا الحكم عليه بأنه حرام. يبقى هنا لم تجز إيه؟ معاملته. والتعبير بقوله لم تجز يبقى حرام، تمام، لأنه لو أراد الكراهة لكان قد عبر إيه؟ بها. ما لأن أمثال هؤلاء الناس يجتنبوا حتى أول طريق من طريق التقويم الاجتناب، لأن هنا اجتناب بالفعل ونصيحة بماذا؟ بالفعل. فلما يلاقي المجتمع بيجازيه على صنيعه ينفك لا محالة من ماذا؟
هيفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة في طريقة كسبه هذه الحرام. يبقى زي أول علاج من العلاج اجتناب هؤلاء. نعم. لا ما يأجرلوش. يبقى في الحالة دي احنا عندنا رؤى العلماء في التصرف في الأموال اللي هي أتت بطريق ايه؟ حرام. إذا اتخذ السبل، هو لو فيه احنا بنطبق الشرع الإسلامي هنقول له لا، انت شوف لك حل واحد زيك يهودي ولا نصراني استأجر عنده. إنما المسلم لابد أن لأنه حتى لو الشريعة الإسلامية بتقام القاضي سيحكم عليه بوقف التعامل معه، لأن احنا أدرك وهو الذي أقر يحبس ويتصرف في هذا المال في المصالح العامة. طيب، أما وقد وقد يعني دخل عليه بثياب العابدين، تمام، شكلا وهيئة وكلاما، وأجر له عقد مشاهرة كما كان في الماضي، ففي مثل هذه الحالة يبقى هل يأخذ من هذا المال ولا لا يأخذ؟ والله إن كان بحاجة إلى الإطعام منه يأخذ منه بقدر الضرورة، وإن كان في غير حاجة يبقى يعمل يضع في المصالح العامة. خلاص كده؟ تمام. وراح ضرب لك مثال، مثل أن يقر أو أن يقر إنسان أن في يده 1000 دينار كلها حرام إلا دينارا واحدا. يبقى هنا ينظر الفصل والتمييز ما بين غالب المال وقليله. تمام. إيه هيجي الألف في يجي الدينار مع الإيه؟ مع الألف، صح ولا لا؟ حتى احنا بنقول في المثل 99 قول 100، بس كده لا. يبقى يعني هنا يغلب الحكم العام. يبقى في مثل هذه الحالة لا تجوز معاملته. والدينار يطلق على ماذا يا جماعة؟ على النقد الذهبي. الدينار يطلق على، لأن كلمة النقد لا تطلق إلا على شيئين على مدار الجاهلية والإسلام، الذهب والإيه والفضة، لأنهما كان ينقدان بهما التقابل، تمام، يدفع في مقابل السلع وغير ذلك. والدينار تقريبا يعادل الآن 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. وطبعا الجرام الآن أوشك على أن يدخل على كام؟ على 4000. يبقى شوفوا الدينار الآن يعمل يساوي من الجنيه المصري الآن 4 × 4 16000، ويضرب بقى الربع الجرام كم يساوي؟ يعني يعادل حوالي تقريبا 17000 وشوية. أدي قيمة الدينار بما يعادله بالأوزان العصرية الحديثة. خلاص. فهذا لا تجوز معاملته لندرة الوقوع في في الحلال. تمام. لأن مقابل الحرام يا جماعة؟ الحلال. خلاص. كما يبقى إذن هنا القاعدة دي إذا أدركنا بيقين أن أكثر كسب هذا الرجل من الحرام، فهنا الواجب شرعا اجتناب التعامل مع مثل هذا النوع من البشر. تمام. واجتناب التعامل معه له أكثر من مين؟ من مزية. له أكثر من مين؟ وأنتم تعلمون أن الإسلام قرر عقوبة للذين يرتكبون بعض الجرائم زي قضية النفي والإبعاد للزنا وغير ذلك. تمام. فهذا الإبعاد من إبعاده عن واقع المسلمين ده في حد ذاته عقوبة وتعزير له، لعله يدرك قدر إسلامه والوقوف على مين؟
على شريعة الله سبحانه وتعالى لعله ينزجر بذلك ويرتب أموره بعد ذلك ويعود إلى روضة الإيمان من جديد وتعاملات الإسلام من مين؟ من جديد. ثم قال: كما لا يجوز، قياسا على ماذا؟ كما لا يجوز الاصطياد إذا اختلطت حمامة برية. وطبعا بيجيب أمثلة متعلقة بواقع كان قائما وموجود هناك، ولا زال هذا الأمر ربما يوجد في بعض الأماكن. كما لا يجوز الاصطياد إذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية. تمام؟ هنا البري هو الذي يعيش في البر، فلا مالك ايه له، اي واحد يقدر ايه يطلع الصحراء. هم حتى كمان في الجزيرة العربية بيقولوا ايه، يلا النهاردة نطلع الايه البر عشان نصطاد ايه طيور، واخدين بالكم؟ فهنا في هذه الحالة اختلطت حمامة برية بماذا؟ بألف حمامة بلدية. والحمامة البلدية يعني معناها مملوكة لمين؟ لأصحابها. واحد عنده برج ووضع فيه ماذا؟ بيربي فيه الحمام ويطعمه ويسقيه ويقتات منه ويتكسب منه. فلو واحدة اختلطت بمين؟ هل هذا يبيح لي ولك أن يصطاد منها ويقول ده بقى حمام حلال؟ لا، لأن الحكم هنا مرتبط بماذا؟ بالغالب. فمعظم ما في هذا البرج من حمام إنما هو مملوك ملكية تامة، وديننا علمنا بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وبالتالي لا يجوز الاصطياد منه. تمام؟ ثم قال: كما لا يجوز الاصطياد إذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية. وعرفت معنى كلمة بلدية، ويعني منسوبة إلى البلد وإلى الحضر، ومعنى أنها موجودة في الحضر يبقى مملوكة لناس. أما الذي يوجد في البر والذي ليس له صاحب إلا الله والناس شركاء فيه، فالناس فالمباح فيه لمن مين؟ لمن سبق. المباح فيه لمن مين؟ لمن سبق، ولمن كانت عنده قدرة على الاصطياد. تمام. أيوة، في الماء والكلى والنار والملح في رواية. تمام. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لأكثر حوائج الناس إليها، وهي متاحة للأكثر، ولكن يدخل عليها يعني الظباء وسائر ما يحل الحشائش، ما هو الكلى من الحشائش. لو أن إنسانا أراد أن يحوط مكانا معينا يبقى في هذه الحالة برضو يباح لمن سبق، بس بإذن الله. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده قال: من أحيا أرضا ميتة فهي فهي له. وده برضو عبارة عن ماذا؟ المباح لمن مين؟ لمن سبق، على اعتبار أن هي متاحة لمين؟ للجميع. وإن وراح جايب لك بقى تاني: وإن عومل بأكثر من الدينار أو اصطياد أكثر من حمامة فلا شك في تحريم ذلك. يعني هو بيقول لو عنده، لو هيشتري منه حاجة بأكثر من دينار والموضوع كله ما عندوش إلا دينار حلال واحد، صح ولا لا؟ فلما يشتري باتنين يبقى عارف يقينا أنه يتعامل بماذا؟ بالحرام. فلو كان 1% في شبهة حلال، ما هو 1% بالفعل صح ولا لا، و99% حرام. لو أنه تعامل بأكثر من واحد يبقى هنا في هذه الحالة فلا شك في تحريم ذلك يقينا، لأنه يدرك لا محالة بأن المقابل الذي يستفيده من جراء التعامل سيكون حراما أو كسبا حراما، وبالتالي فلا شك في تحريمه. طبعا بلا شك يا جماعة إن الشيخ لما بيذكر مثل هذه النماذج فيقول إن الإنسان يليق به أن يحتاط في طعامه وشرابه، وخاصة فيما يتعلق بشراء
وبيع ما يقتاته وما يطعم به نفسه، لأن الطعام والشراب له آثار متعددة في نفس الإنسان، إما بالخير أو بمين بالشر. فمن أقبل على شراء شيء حرام فلا شك أنه يطعم نفسه من مين؟ من حرام. وكل لحم نبت من مين؟ من سحت، فالنار أولى به. طب أنا دفع فيه فلوس، بس أنت أكيد هو يعني جاملك في قدر البضاعة على اعتبار أن هي مش فرقة معاه، عشان الناس يرغب الناس في أنهم يتعاملون إيه معه، حتى يرفع الثقة ويرفع الشك في تعامله وغير ذلك. وبناء على ذلك أنت تكون قد ارتكبت وزرا، وأعمالك ترد عليك، وسائر ما يتعلق بالدين والدنيا يعود عليك بالخسران. تمام. وإن عومل بأكثر من الدينار أو اصطياد أكثر من حمامة. حمامة فين؟ يعني هو الحلال لو أصاب عين الحقيقة أو عين البرية كان هيبقى إيه؟ حلال، صح ولا لا؟ عنده القدرة على تمييز البر من البلدي في وسط الألف دول، يبقى قناص مية مية. تمام؟ يبقى في هذه الحلال. فلو أصابها وأصاب الحقيقة هنقول له لا عندك حلال. هي حرمت ليه؟ لأن غالب الظن أنه لا يقدر أن يصل إلى مين؟ الوحدة اللي في وسط ألف، خاصة بأن الحمام يطير جماعات وإيه؟ ويستقر إيه؟ جماعات، وبناء عليه هيعرف دي شكلها إيه؟ والتشابه الكامل ما بين الحمام. إنما لو هو أدرك هذا الأمر وقال إن ما فيش إلا واحدة وأصاب اثنتين، يبقى في هذه الحالة إيه؟ يكون قد تعمد أخذ الإيه؟ الحرام. ولذلك قال الشيخ فلا شك في تحريم مين ذلك. ثم قال وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام. والدرهم يبقى العملة الثانية أو النقد الإيه؟ الثاني الذي يقابل مين؟ النقد الأول الدينار. فضرب لك كده وضرب لك كده، وتقريبا الجرام الدراهم بتساوي تقريبا 200 يعني 2 جرام و 70% أو 85% من الجرامات في الفضة. تمام؟ في الإيه؟ في الفضة. وإن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة. العكس، ملي من الجرام، يعني 2 جرام و85 ملي من الجرام، دي وزن الايه؟ الفضة. الدرهم. تمام. قال وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة. جازت الايه؟ المعاملة. وهنا الإسلام منصف، لأننا لو أوقفنا التعامل مع مثل هذا النموذج لنكون قد ضيقنا ايه؟ واسعا. والشريعة الإسلامية تغتفر في الحال القليلة، تمام، ما لا يغتفر في الحال الايه؟ الكثير. كما لو اختلطت، وبيقص على مين؟ أخته من الرضاع أو الرضاع بألف امرأة أجنبية. يروح البلد دي، هو أمه قالت له أنا رضعت واحدة عليك، تمام، لما اتولدت، بس أنا مش عارفة هي مين. مين هل تحرم عليه جميع نساء هذه القرية؟ جميع نساء هذه القرية؟ قال لك لا. ليه؟ لأن الحرام عبارة عن ماذا؟ قليل. ولا يمكن أبدا أن نقف أحكام الحلال ونمنع الحلال من أجل عدد قليل أو واحد قليل من مين؟ من الحرام. لأنه هيترتب عليه مضرة ولا لا يترتب؟ ما احنا بنتكلمش بقى في بيان الحال، يصح له ولا لا يصح؟
بس في حال الاولى ما لا اصل دايره الشك يعني خلاص ما احنا بنقول هو يصح بس غايه ما هنالك اللي عايز يخرج من الريبه ادنى ريبه يروح لغيرها وخلاص تمام. انما في الاصل مباح ولا مش مباح لانه من النادر والحكم لا يباه لا يرتبط بنادر الا الحكم النادر ان يصيب هذه بعينها ماشي ما يفسخ انت عادي. نعم ما هو فيه اشتراطات انت عارف في خطبه وفي سؤال وفي اولياء وفي غيره هيعرف انتوا مين واحنا مين وحتبين الامور بطبيعه الايه الحال غالبا وغالبا ما يبنى الامر على ايه على مباح تمام. يبقى هنا في الاصل ايه بقى احنا ما في فرق يا جماعه ما بين ان الامر يباح وفي فرق ما بين الافضل والاولى والاكمل والبعد عن ادنى ريبه تمام. فالاسلام يعني ده اسم يسموه العلماء ايه ورع ده ايه ورع ان تترك ما لا باس به حذرا مما به الباس ادي معنى كلمه الايه الورع تمام. ولا يصل الى الورع الا من ها تخيل ان ما فيش غير القبيله دي والشيخ بيقول اذا كان متاح ان يخطب من غير هذه القبيله يبقى ده افضل صح ولا لا. انما لو ما فيش الا هي دي في المنطقه اللي هم عايشين فيها ما اتجوزش خالص لا 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 ازاي لان المفاسد نيجي نقصها بقى بكلام الشيخ لان المفاسد المترتبه على ماذا على تركه الزواج تمام كثير ولا مش كثير كثير لا من اللي قال ما هو انت متوقع ان هي هيتحقق في هذه بعينها ده احتمال واحد في الايه وده احتمال قليل والقليل لا يقاس ايه عليه صح ولا لا تمام. انما الاولى لو وجد البدائل يروح لمين للبدائل كما لو اختلطت اخته من الرضاع بألف امرأة اجنبية وراح قيدها بقى امرأة اجنبية لان هذه الايه المباحة له ان يتزوج بها صح ولا لا او اختلطت ألف حمامة برية بحمامة بلدية يصطاد ولا ما يصطادش يصطاد تمام. فإن المعاملة صحيحة جائزة وراح معلل بقى ايه قال لك لندرة الوقوع في الحرام واحنا عندنا في اذهاننا بقى قواعد ايه هي ان الاحكام انما تناط بالغالب والنادر لا يقاس ايه عليه تمام. ولو تبين فيما بعد الحلول الإسلامية قائمة وموجودة صح ولا لا لو تبين فيما بعد الإسلام قرر الفسخ مباشرة ويتم عملية النسب والإلحاق به كائنا وتستحق الماء وتعتد وتصير حلال للآخرين والسلام عليكم صح ولا لا مدام والإسلام لا يمنع ولا يعني يعترض على حدوث الخطأ بدليل أنه قرر له أحكام تمام. ماشي ماشي ما احنا هو عاوز يبين لك ما هو ده برضو الاثر المترتب على الاكل من الحمام غير المباح له اثار عظيمه زي ما انا قلت دلوقتي يعني اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه صح ولا لا. والاكل من الحرام يعني عاقبته خسره تمام. يبقى اذن المفاسد المترتبه على ذلك هي المترتبه على مين وربما يكون في هذا الاكل بناء حياه انسان في البدايه تكوين عظمه الوجبه دي هي اللي هتعمل له الشغلانه كلها في حياته يبقى اذا هتخليه يبقى اذا في مثل هذه الحاله يبقى ايه يبقى الجامع المشترك ما بين الزواج وما بين الاكل من الحرام كائن لترتب المفاسد العظيمه على هذا او ذاك. بل بالعكس يعني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما اتاه الولد
باللبن الذي إيه كان قد تكهن به، فعلى طول حس بالحرام، ودي حاسة مش موجودة عند ناس كتير، تمام؟ فتقيأ. إنما اللي كل وشرب وملأ بطنهم من الحمام وشرب شربة وبقى تمام، يبقى يعرف يتقيأ إزاي، وهي كونت في جسده ما كونت مشاكل كبيرة، صح؟ فإن المعاملة، ودي قاعدة نخرج بيها، إن إذا كان يترتب على المعاملة ندرة الوقوع في الحرام فإن المعاملة إيه؟ صحيحة وجائدة، تمام؟ وكذلك الاصطياد، بأن غلب مين يا جماعة؟ بأن غلب الحلال على الحرام، بحيث لا طريقة تمييز وتخليص الحرام من الحلال صعب جدا، 1% نسبة 1%، 99 حتى، احنا زي ما احنا قلنا دلوقتي بأن من وصل إلى 99 لا ينظر إلى الواحد، فهيقولك إيه 99 إيه 100. قول وبين هاتين الرتبتين، إيه هما الرتبتين؟ كسرة الحرام يبقى لا يصح، كسرة الحلال يصح. وبين هاتين الرتبتين من قلة الحرام وكسرته مراتب محرمة ومكروهة ومباحة، تمام؟ يعني ازاي نسبة 30% تبقى حرام واربعين وسبعين في المية ايه حلال، يبقى التعامل هنا يدخل في باب ماذا؟ الكراهة. يدخل في باب مين؟ الكراهة. يبقى الأمر يختلف على حسب الايه المرتبة. طيب لو كان 80% حلال وعشرين في المية ايه حرام، درجة المباح بتقل، ربما تصل إلى أدنى درجة من درجات الكراهة، تمام؟ وهكذا. طبعا الشيخ زي ما بيقول لو أنه وجد سبيلا إلى الابتعاد عن مثل هذه المعاملة لكان ذلك أنقى لدينه ولنفسه، تمام؟ إنما احنا بنقول لا محالة، السوق ما فيهوش غير مين؟ غير هذا الرجل، يبقى لابد أن نوازن ما بين مين؟ ما وعلمنا وضعه، تمام؟ طيب لو كان ما فيش غيره هو اللي بيبيع الحاجة اللي سرقها، بأنه يعني زي ما بيقولوا إيه بلطجي ومجرم في هذه القبيلة، وهو الذي بيتعدى ومنع الغير أنه كمان إيه يقول له أنا اللي هسرق وأنا اللي هبيع ولا أحد يملك قدر إيه قدر أخذه إلا لنفسه فقط، يبقى نأخذ من حوائجنا بقدر الضرورة، بقدر مين؟ الضرورة. فمن اضطر، لأنه لو وجد البديل يبقى لا يصح له استعمال، وينظر إلى الأدنى فالأدنى يعني الأقل خطرا في دين الله، وخطرا إلى أن يصل إلى مين؟ إلى الخمر، إذا لم يجد بد إلا أن يبقي مادة الحياة إلا بجرعة منها، تمام؟ وقال لك إيه بقى؟ وكثرته مراتب محرمة ومكروهة ومباحة. طب إيه الضابط؟ عارفين الضابط يا جماعة؟ الضابط هو أمر كلي إيه يطبق أو ينطبق على جزيئات من نوع واحد بعكس الإيه القاعدة. ودي وفي بعض العلماء قالوا بأن القاعدة هي الضابط، تمام؟ أمر كلي ينطبق على جميع جزيئاته غالبا، ولم يقيدوا هذه الجزيئات بأنها من باب إيه واحد، زي الراح زي الغسل زي البيع وهكذا. يبقى لما قال وضابطها أن القراهة، يبقى ده يقف عند باب واحد، ولا هنا استعمل الضابط بمعنى القاعدة؟ بمعنى القاعدة، تمام؟ الوضابطها أن الكراهة تشتد بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال. يبقى لازم نعرف يا جماعة زي ما ذكرنا لكم قبل كده وقلنا إيه، إن الحرام درجات والحلال درجات والواجب درجات والمندوب درجات،
فيبدأ بأدنى درجة من المباح حتى يصل إلى أول درجة من درجات الواجب. وبالتالي فهمنا لتعاملنا مع دين الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون، مش معنى أن مكروه يعني درجة الذنب فيها قليل، لا، قد يعلو الذنب بحيث يصل إلى أول مرتبة من مراتب الحرام. فيجب نأخذ في بالنا مثل هذا النوع وهذا التنوع من الأمور الحلال والأمور غير الحلال. وراح ضرب لك اهو بقى، فاشتباه حد الدينارين بآخر سبب تحريم بين، فاشتباه أحد الدينارين بآخر سبب تحريم بين. يعني ايه معنى الكلام ده؟ هو قال ان الضابط ان الكراهة تشتد بكثرة الايه؟ الحرام، وتخف بكثرة مين؟ الحلال. وراح ضرب لك مثال، فاشتباه احد الدينارين بآخر سبب تحريم بين. يعني لو قلنا ان ده الدينار ده يوازي ايه حرام، لو احنا ايه حاولنا ناخده، واحد هيشتري دينار بدينار بس يعلم لا محالة ان احد الدينارين حرام، يبقى هنا 50-50، يبقى هنا الاولى ان هو يبتعد عن التعامل بمثل هذا الامر، لانه لا محالة يغلب الظن في انه يقع في مين؟ في الدينار الحرام، صح ولا لا؟ يبقى هنا ايه؟ فاشتباه احد الدينارين باخر سبب تحريم بين، واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام سبب تحريم ايه؟ بين كذلك، صح ولا لا؟ لان يغلب هنا ماذا؟ الحرمة. قال وبينهما أمور مشتبهات مبنية على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى مين؟ إلى الحلال. ورح وضع قواعد، فكلما كثر الحرام تأكدت مين؟ الشبه. وإحنا الدين والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بماذا؟ فمن وقع في الشبهات وقع فين؟ في الحرام. كأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه القاعدة. ولذلك قال لك فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة، وكلما قل، أي قل مين؟ الحرام، خفت مين؟ الشبهة، إلى أن يساوي الحلال الحرام فتستوي الشبهات. طيب ما الحكم إذا استوت الشبهات؟ ها؟ يبقى هنا ايه؟ يجتنب ولا ما يجتنبش؟ يجتنب، لان 50-50 يبقى لا محالة من الممكن ان يقع في الحرام. لا ايه؟ ولذلك النبي بعد كده قال ايه؟ قال فمن وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الايه؟ من الناس. فمن ايه؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الايه؟ حرام، كالراعي يرعى حول الايه؟ حمى، يوشك ان يواقعه. يبقى هنا في الحاله دي ب50-50 يوشك لا محاله ان يقع في مين؟ في الحرام. ثم قال وسنذكر هذا في موضعه مستقصا ان شاء الله تعالى، يعني هيفرد لهذا الموضوع باب. طيب الخلاصة من هذا الكلام الذي ذكره، لأنه انتقل بعد ذلك إلى كلام متعلق بأمر آخر، الخلاصة يا جماعة عندما نتعامل في واقع حياتنا، وهذا التطبيق العملي بقى المعاصر، تمام، شيء فيه حلال وشيء فيه حرام، ما يجيبش ان احنا نقول ايه بقى اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الايه؟ الحرام، تمام. طيب القاعدة دي يبقى بناء على ايه؟ كيف نطبقها؟ على حسب النسب والرتب اللي موجودة. هل يا ترى قدر الحرام قليل؟ يبقى بناء عليه نتعامل، يبقى ان القاعدة لا تطبق ويستثنى ايه؟ واحنا عرفنا ان القواعد هي عبارة عن احكام على فروع، تمام، تطبق عليها غالبا، ومعنى غالبا يعني يوجد فيها ايه؟ استثناءات. يبقى اذا من الذي يعرف الاستثناءات؟
طلبة العلم الذين عندهم دربة على تطبيق هذه القواعد. فما يجيبش واحد يجي يقول لك دلوقتي وقعت نقطة بول في برميل زيت، وما أدراك ما الزيت في هذه الأيام. يبقى نقول بقى إيه، اجتمع حلال مع مين؟ يبقى يغلب الحرام وتتنجس مثل هذه الايه. يبقى النقطه الواحده، الواد قام من الصبح انا ببيع في الزيت في برميل، فالولد الصغير قام من الصبح ما هو شايف والحمام متخيل وانا حاطه جنب الحمام، ثم وقعت منه نقطه في مين؟ في هذا. نشوف قدر هذه النجاسه، هل شيء قليل يعتد به وتغير ولا لا تغير هذا المائع؟ فلو كان قليلا يبقى يبقى الأصل على مين؟ على حاله، وهو الطهارة. تمام. واحد معروف ان هو ساعات يبقى نفسه بتاخده كده ان هو يضحك على الناس ويتكسبوا في بعض الأحيان، انما غالب امره ايه؟ انه بيرجع وبيعود. يبقى انا نتعامل معه ولا لا نتعامل، ونشتري منه ولا لا نشتري؟ نشتري من معاملة يغلب أمر حالها على الحرمة. يبقى نتعامل معاه ولا لا نتعامل؟ بعض المعاملات والفيز البنكية. واحد لسه بيسألني سؤال امبارح، بيقول البنت بتتكسب من الإلكترونيات، يعني من عن طريق النت، بتدخل في منصة وتدفع الأول 1000 جنيه وبعد كده تتفرج على بقدر تفرجها على فيديوهات معينة. يبقى هنا يبقى يديها الايه؟ يديها العطاء أو المقابل أو الأجر. فهنا الحرام من جوانب متعدد، صح ولا لا؟ أول حاجة أنه مقابلة لشيء نافع. الشريعة الإسلامية تقرر الأجر على ما هو جهد صحيح وجهد نافع، صح ولا لا؟ وبناء على ذلك الحرام فضلا عن الغرر اللي موجود فيه. طيب، وربما تكون الفرجة على الفيديوهات فيها شيء ممنوع وشيء حرام، يبقى كأنني أساعد على ترويج مين؟ الحرام. يبقى إذن هنا غلب الحرام على الحلال ولا لا؟ غلب الحرام لدرجة إن هو يساوي إيه؟ دينار من 1000. ايه، وبناء عليه نقول حرام ولا مش حرام؟ يبقى احنا هنا طبقنا هذه القواعد على مستجدات هذه الايه، على هذه العب. بس المهم ان احنا يحصل عندنا دربة على ماذا؟ على فهم هذه الرتب، واننا لا نتعامل مع الامور بمنطق العوام، بل اننا نقدر الشيء حق قدره ونزنه بميزان الذهب. فلا يصح لاحد ان يتجرأ على الله سبحانه وتعالى بالفتيا بغير علم، لان الوقوف على الحلال والوقوف على الحرام يقتضي ان يكون الناظر فاهما لدرجات الحلال والحرام حتى يحكم بالحكم الايه؟ الصحيح. تمام كده يا جماعه؟ اللي هي ايه؟ اما اكل يعني. لا تحل لمحمد. طيب، ما هو التكييف هي اهدتها له، وهي عشان فقيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن مين؟ عن انت يعني. انا عايز هو عاوز يوصل لي معلومه ان انا ممكن اكيف الموضوع. لا، ليس على حسب الهوى. هو عمل معامله معايا، هو دي تجاره وانا ليا تحولي. لا، هو برضو عايز اقول حاجه. ما هو انت نظرت الى الغايه من العطاء فقط، ولكن لو علمت ان الهديه كانت قد تم شراؤها من مال حرام، هل تقبلها؟ خلاص، يبقى نفس الكلام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هو عين الواقع، فعندما أعطى الرجل الأمة لا تملك، وما دامت لا تملك يبقى فقيرة ومعدمة، صح ولا لا؟ وعندما هي أعطتها لغني،
فيكون العطاء زي ما يقولوا العبرة في العقود للمعاني وليست للألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر لأن الإنسان قد يهدي لغيره ما يكون هو بحاجة إليه، زي الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة، وذلك خاصة عندما يكون لإنسان عظيم في التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. فالعطاء لمثل هذا النوع من البشر فيه غذاء نفسي وروحي للإنسان، فهي أعطته هذا لأن الهدية هي عبارة عن عطاء بلا إيه بلا مقابل، من أجل المودة والرحمة والبر وحسن التعامل وغير ذلك. تهادوا إيه تحابوا، فهذا بعيد عن المسألة التي معنا. على حسب المعطي والمعطي والآخذ. لا 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 لا، بد أن نبحث هنا في أصل المال، تمام. ولذلك أنا قلنا دلوقتي لو أدركت المرأة الأمه بأن الرجل الذي أعطاها هذه اللقمة كان قد أخذها غصبا من غيره، هل تقبلها؟ الأصل إن كانت بغير حاجة ألا تقبلها، وإن كانت بحاجة بأنها ستفارق الحياة لو لم تأكل أو يصيبها الهزاء الهزال إذا لم تأكل منها، يبقى في مثل هذه الحالة تأخذ منها بقدر حاجتها، لأن الأصل المنع ولا الأصل الأخذ؟ المنع. إنها ما تاخدش، لأن الإنسان مطالب ألا يأخذ إلا من إيه من أدرك أنه حلال فقط، تمام. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إيه كلوا من طيبات ما رزقناكم، تمام. أحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم، والخبائث كلمة أعم من أن تكون من كسب حلال بس، سواء كانت من كسب حلال أو هي في حد ذاتها خبيثة بأن كانت محرمة من قبل الحق سبحانه وتعالى. لا، الإباحة في الطيبات، إنما الحرام الأصل فيه المنع والحظر. خلاص، قاعدة في تعذر العدالة في الولايات. طيب إيه الجامع المشترك بين الأقر ما في يده حلال حرام والكتاب الذي معنا والعنوان الذي معنا؟ يعني برضو كده لازم بقدر المستطاع نتفاعل مع ما هو موجود، لأن هذه المعاني مركوزة في ذهن المؤلف أثناء كتابته لهذا الأمر، وهو كأنه يقول للناس حاولوا أن تربطوا بعقولكم، لأن احنا مرينا في الكتاب أكثر من 80 صفحة، فالمفروض أنه حصلت عندكم سجية تتعلق بربط المواضيع بعضها ببعض. احنا عندنا الموضوع الأساسي وماذا؟ المصالح ومحاولة إيه تحصيلها، صح ولا لا، واجتناب المفاسد وتركها. فما علاقة ذلك بالموضوع الخاص الذي معنا الذي أدخله ضمن الفصل والموضوع العام اللي هو موضوع الكتاب؟ فهو عاوز يجي يقول إيه بقى، إن عدم وجود العدالة مفسدة في الولاية. عدم وجود العدالة في الإيه في الولاية مفسدة، صح، ويترتب على الاعتراف والإقرار به دفع للمصالح، والشريعة الإسلامية جاءت لماذا؟ فبالتالي نقيد هذا الأمر بضوابط معينة عشان يبقى احنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال ثم بعد ذلك تعذر وجود العدالة قد يرتبط به حرام، لأن غير العدل لا يهبه بالأموال التي تدخل في مين؟ في جيبه، وبناء على ذلك نقيد القيود. يبقى إذن الموضوع العام أو الربط العام بالكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بنقول والله إحنا حنقيد، تمام، ونضع ضوابط عند من
في تصرفات من لا تتحقق فيهم شروط العدالة، صح كده؟ طيب ارتباطه وتقييده في حد ذاته تحقيق لمين؟ للمصلحة. طيب الارتباط هذا الموضوع بالفصل الذي معنا أن غالب الأمر إذا لم نقيد من تتعذر فيهم شروط العدالة لا يأبهون بأسلوب كسبهم، فقد يقعون في الحرام، وبالتالي ضرورة أن نقيد تصرفاتهم حتى ننأى بهم بعيدا عن مين؟ عن الحرام. تمام. القاعدة في تعذر العدالة في الولايات، الولايات جمع إيه؟ ولاية. والولاية هي عبارة عن ماذا؟ سلطة شرعية أقرها الله سبحانه وتعالى لمن عنده شروط معينة ليتصرف في حق من يولى عليهم. أدي معنى إيه؟ الولاية سلطة شرعية ترتب تنفيذ الرأي على الغير بشرط تحقيق المصلحة. تمام. أدي معنى كلمة والولاية قد تكون خاصة كالولاية على اليتيم، صح ولا لا؟ وقد والولاية على الزوجة، والولاية على المال، ولاية خاصة، وقد تكون ولاية عامة، وذلك مثل ماذا؟ أن يعين محافظا على إقليم، أو أن يكون قاضيا في محلة من المحلات. أدي معنى كلمة الولاية أو رئيس دولة. خلاص. فإذا في تعذر العدالة في الولايات، والمراد بالعدالة هنا مش المعنى الشامل، إنما المراد بالعدالة هي صفة في النفس تأخذ النفس إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. خلاص. قال إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة أو الخاصة بحيث لا يوجد عدل، هنعمل إيه؟ المصالح تتوقف؟ لا. الولينا أقلهم فسوقا، يبقى الحكم الشرعي إيه؟ الحياة لا تتوقف، وكل زمن له إيه؟ رجاله، ويولى إيه؟ عليكم من بينكم، صح ولا لا؟ تمام. فإذا كان القوم عدولا يبقى بلا شك هيختاروا من بينهم العدل، وإذا كانوا أدنى من ذلك يبقى هو ده المتاح وده الموجود، مش هنجيب ملك يولى إيه؟ علينا. خلاص. ودي بقى أرزاق من الله سبحانه وتعالى لكل جيل على مين؟ على حدة. وله أمثلة، أحدها إذا تعذر في الأئمة. بالمناسبة يا جماعة، الشيخ هنا ما شاء الله عليه، يعني سار على مذهب وعلى فكر الإمام أبو حنيف، مع أن الشافعية يشترطون العدالة فين؟ في الولاية. إلا أنه بهذا الكتاب حاول أن يسير بمنظومة المصالح ورتبها والمفاسد ورتبها، فإن أمكن تحصيل المصالح المتعددة حصلها وأوجب تحصيلها. تمام. والمفاسد على حسب ارتباط المكلف بها، فإن خير بين أمرين أحدهما أعلى من الآخر فارتكب الأخف لزوما، وإن كانت عنده الفرصة للترك المفاسد بأكملها يعمل يتركها لزوما. ليه؟ لزوما. يقول إذا تعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان. واحد يجي يقول لي شوف قالك عند الإمكان، هنعرف إزاي دي بقى؟ لأن العدالة أمر نفسي ونسبي. تمام. وبعض أمر العدالة ظاهر وبعضه باطن خفي، ولذلك قال لك عند الإمكان بالطاقة البشرية، لا يكلف الله نفسا إلا مين. وإحنا عندنا الحكم بالعدالة مرتبط بماذا؟ بشهود الناس،
بإيه؟ بشهود الناس. إذا حكم الناس زي ما بيقولوا في الحكمة، كلام الناس ألسنة الحق، كلام الناس إيه؟ ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله إيه؟ حسن، تمام؟ قال إيه؟ فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان. والفسق ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ أنا قلته قبل كده، الفسق، الفسق لا، الفسق، الفاسق هو من يظهر المعاصي. أمن يظهر مين؟ المعاصي، واخدين بالكم؟ وطبعا في عندنا مجرم وأكابر مجرميها، تمام؟ وعندنا مين تاني؟ مذنب، وعندنا عاصي. كل هذه المصطلحات لها معاني خاصة يفسرها السياق، يفسرها الايه؟ السياق. إنما المراد بالفسوق هنا عشان خاطري بحكم الناس هو الواجب، هو من يفعلون الفواحش أو المعاصي أو الذنوب ويعلم عنهم عند ارتكاب، عارف إنه حرام بس بعمله. في ناس بيحصل منها كده، يبقى ده هذا يسمى إيه؟ فاسق. ثم قال فإذا كان الأقل فسوقا، بنفس الكلام والجامع المشترك بين هذا، ننظر في رتب من الحلال والإيه، وهكذا في رتب من الحكم على الناس، في رتب الحكم على مين؟ على الناس. هو قال الحكم العام ولينا أقلهم إيه؟ فسوق. نشوف بقى القلة والكثرة تعتبر بإيه. قال فإذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا، وغيره يفرط في خمسها. الخمس أكبر ولا العشر؟ الخمس. الخمس أكبر من مين؟ هو ده أكبر في الشكل، إنما في الواقع الخمس هو الإيه؟ الأكبر. يبقى ده بيفرط كتير لا يأبه، وده بيفرط في إيه؟ حاجة قليلة. يقول إيه بقى؟ فإذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا، وغيره يفرط في خمسها، لم تجز تولية من يفرط في الخمس، فما زاد عليه. يعني الخمس وإيه؟ وزيادة الربع والثلث، يبقى من باب إيه؟ أولى، تمام؟ وإحنا هنا بنراعي في مثل هذه الحالة إيه؟ الأدنى مفسدة، الأدنى إيه؟ بس هو إحنا عندنا يا جماعة قال الحكم العام عندنا في تعذر مين؟ العدالة، في تعذر مين؟ العدالة. واحد بقى جه قال لك بقى دلوقتي يعني احنا ولناه، احنا ما كناش عارفين عنده ايه حاجة، هنعرف عنه لما يولى وناخذ القرار والحكم فيه بعد مين؟ بعد التولية. والإسلام لا يمنع من من توليته ونقض توليته، لأن في عندنا في الإسلام حاجة اسمها الايه؟ العزل. الايه؟ العزل، سواء كان بأكبر رأس في البلد أو في الذين إيه؟ يتولون ولايات عامة داخلة تحت الولاية العامة، تمام؟ زي ولاية القضاء، ولاية إمارة المحافظات وغيرها من الأمر. ثم قال ويجوز تولية من يفرط في العشر، لأن الواقع يفرض علينا ماذا؟ أنه لابد من والي، وإلا المفاسد المترتبة لو قارناها ووازناها بعشر المصالح وترك الناس بلا والي، يبقى مفاسد عظيمة وتتعطل مصالح إيه؟ شتى، لا في رواتب، كل واحد عنده قدرة على امتلاك شيء معين هيمتلكه، مفيش فصل في منازعات، مفيش وقوف بالناس إلى الاحترام اللوائح والقوانين، لأن مفيش إيه؟ ملهاش رئيس، مش بيقولوا كده؟ ملهاش رئيس. ويؤدي ذلك كما هو موجود مثلا حدث في لبنان من قبل وغير ذلك، بيسموها ايه بقى؟ ايه؟ وجود طوائف. ايوه بس ما اسموش الاسم ده. انا عايز اجيب الاسم اللي بالي. حرب اهلية، يعني الناس فيما بينهم
يتقاتلون فيما بينهم للظفر بحق بحقوقهم، وتبقى عايز يقولوا حياة الغابة والقوي يأكل مين؟ يبقى إذن المفاسد المترتبة على تولية الذي يعني زي ما بيقولوا يخطئ في العشر، تمام، أو يفسق في العشر، لا شك أنها في النهاية نصل إلى أن المفاسد العظيمة على عدم التولية. ولو قارناها بالفساد في العشر هنلاقي 90% مصالح تقابل 10% مفاسد، يبقى إذا اجتمع نفعل ماذا؟ نرتكب الأخف. إيه؟ لزوما. لمين؟ لزوم. نعم. ما ده مجموعة مش كل الناس. لا، ما هو انتشر، بس من الذي قال به؟ وهل معنى ذلك أنهم أن الجميع قد صدقوه؟ لا، تمام، ولكن فئة ربنا سبحانه وتعالى سمى أمثال هؤلاء إذا حدث كذب المنافقون، تمام، فهؤلاء الناس هم الذين تحدثوا بهذا الشأن بدون يقين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، ما قالش كل البلد، انتشاره ليس معناه تصديقه ولا حدوث الحقيقة به. لا، لا يمكن أبدا أن الإفك يحدث حقيقة، ولكن دائما وأبدا زي ما احنا بنقول الحق أحق أن يتبع، جاء الحق وزهق الباطل، دي لا محالة. لازم الأمة، وهذه الأمة التي أوجد الله فيها الخيرية، لا بد أن تبرز معالم الباطل وتدل عليه، حتى ولو عميت الأمة بعض بعض الوقت، ما لا شك. وفي كل لا تزال قضية الله هي الحق، ولذلك كلنا يعلم المقولة المأثورة إيه؟ أن الباطل إيه؟ لا يجلس، والحق إيه؟ أبلج. وقالوا أن الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. يبقى إذن انتشار الحق هو الأساس. لا لا لا، خاصة في أمر كهذا لا بد من أن الله يسخر لهذه الأمة، إلا إذا أرادت هي بنفسها الفجور، تمام، تبتاع بس عارفين الحقيقة، تدرك الحقيقة. نعم. بلا شك. إنما هم إذا عميوا أو أرادوا بأنفسهم الضلال، يبقى ربنا بيسيبك بقى لضلالك، لأنه أوجب عليك الحجة في ذات نفسك. لا، ما احنا نحكم عليه، تصرفاته كلها معروفة لأنها عامة في مصر. لا، ما في سكرتاريا، أثر حكمه وتصرفاته بادية في قراراته، ويعلم الناس بهذه القرارات، صح ولا لا؟ تمام. احنا برضو يعني لا مانع من أننا نتعرض لوقائع معاصرة عشان خاطر نفهم ما يتعلق بمثل هذه الوقائع، تمام. فقال إيه؟ والشيخ يشير إلى رمزية الواقعية، فهو بيقول ما قالش فلان بيحكم بكذا وكذا، ولكن حكم على تصرفات الولي بالعشر أو بالخمس أو بالسدس في المجموع العام. وهنا دور يا أخ، دور أهل الحل والعقد، لأنه ما من مجتمع إسلامي إلا ويجب أن يدار بالشورى، صح ولا لا؟ وأهل الشورى لابد أن يكونوا بالحل والإيه، عندهم قدرة على بيان الحق من الإيه؟ من الباطل، بيان الحق من مين؟ من لأنهم أولو العلم. إنما لو تمالأوا على باطل يتركهم وما يريدون سبحانه وتعالى. خلاص. وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسع الأعشار بتضييع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام. لأنه في البداية لو واحد فيكم شاطر هو قال في الولاية العامة والخاصة،
تمام. المفروض انه يجيب لو كان لف ونشر مرتب يبقى يجيب ايه بتضييع العشر اصلح لمين؟ لاهل الاسلام واهل الايتام. يعني كان يجيب المثال المتعلق بالولاية العامة اولا، والدليل على انه كان بيخاطب مجموعة تجاوزت مرحلة الابتداء في العلم. وطبعا يا جماعة اللي بيدرس القواعد ده لازم يكون عنده خلفية علمية متعلقة بالفقه كبيرة جدا، لانه زي ما بيقولوا بياخذ زبدة العلم، بياخذ ايه زبدة العلم. فهنا الرجل حتى عندما تعامل باللغة العربية تعامل بما يسمى باللف والنشر المعكوس. للي قاعد هيفهم ان الايتام ده يعود على الولاية مين؟ الخاصة. واهل الاسلام يعود على الولاية مين؟ العامة. تمام. مع ان القرآن ورد فيه اللف والنشر المرتب، الليل تسكنوا فيه والنهار ولتبتغوا من فضله ومن آياته الليل والإيه والنهار. يبقى وجاب ما يتعلق بالليل الأول، ده بيسموه في اللغة العربية نوع من أنواع البلاغة، لف ونشر إيه مرتب. وإنما الشيخ تعامل مع وضع أرقى وأعلى في الفه، فأتى بصيغة اللف والنشر المعكوس. تمام. وإحنا نخلي بالنا ده مرحلة بلاغية بيشغل دماغك على طول، يعني قاعد عارف لا محالة بين الذي يستمع واعي. مثال للولاية الخاصة إنما تتحقق في ماذا، ومثال الولاية العامة كيف تكون، وفي وأي وإيه وأهلها من، وأهلها إيه من. قال لك ولأهل الإسلام من تضييع الجميع. أظن العلة إيه واضحة. في العلة مين يا جماعة؟ الجواز الايه. والجواز ده احنا قلنا بيتنوع، بيبتدئ من المباح ويدخل في المندوب ويدخل في الواجب. تمام. ومن تضييع الخمس ايضا، لان العش اقل في المفسدة من مين؟ من الخمس. خلاص. لان الخمس ده يمثل 20%، انما العش 10%. تمام. ومن تضييع الخمس ايضا، وراح جايب كمان عله، الف يكون هذا من باب دفع اشد المفسدتين باخفهما. تمام. ثم ذكر مثالا اخر، ولو تولى الاموال العامه محجور عليه بالتبذير. يعني هو ايه؟ هو اصلا حكم عليه من قاضي بالسفه، والاثر المترتب على السفه عدم التصرف فين؟ في ماله الخاص، في ماله مين؟ الخاص. بس شاءت الاقدار ان هو ده يكون احسن واحد في اللي موجودين. تمام. فولناه على مين؟ على محافظه من المحافظات. تمام. فراح الرجل قال بقى ايه؟ قال نفذت تصرفاته العامة إذا وافقت الحق للضرورة. تمام؟ يبقى بس أهم حاجة تكون موافقة لمين؟ للحق. أنا أقول لك بقى، انتقل الرجل من 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 محادثته لنفسه، قال له لا أنت مالك، أنت حر فيه، لأن الضرر المترتب عليه يعود عليك أنت. تمام؟ وأما بالنسبة للأموال العامة لا، اعقل واعدل. فجاءت تصرفاته موافقة لمين؟ للحق. والحق هو عبارة عن ماذا؟ إصابة المطلوب شرعا، إصابة الإيه؟ المطلوب، أو موافقة المطلوب شرعا. أدي معنى كلمة الإيه؟ الحق. قال إذا وافقت الحق للضرورة. ومن الذي يحكم بموافقة هذا التصرف للحق؟ أهل الحل والعقد. نعم. الذي يحضر ذلك ليست عنده من المكونات ولا من القدرات ولا من المؤهلات ان هو يدير دولة. تمام. وبالتالي جبنا ده، ما احنا لا محالة اذا وجد العدل او وجد من هو افهم وكان عادلا هو الذي يقدم. بس في ناس علماء لا يملكون القدرة على السياسة. تمام. والعكس. وبالتالي يوضع في مين؟ في موضعه. لا يكلف الله نفسا إلا مين؟
شوف بقى، حط تحت هذه القاعدة الربانية سائر ما يتعلق بالدين والدنيا، تمام؟ ولذلك استفاد أهل العلم من قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التخصص الدقيق. لأن إذا وضعت إنسان غير متخصص وكان دقيقا في تخصصه يبقى كلفته بما إيه؟ بما لا يملك، بما لا يقدر، تمام؟ نعم. تمام. يقوت. تمام. وبالتالي هنا بقى ده كان محجور عليه بحكم قضائي، ولكن رأينا فيه أهل الحل والعقل أن هذا زي ما بيقولوا إيه، أقل، يعني بيقول أقل الناس مفاسد. ليه؟ لأنه كان ظروف معينة هي التي جعلته يتصرف في أمواله بهذه الإيه، بهذه الصورة. يبقى يعمل إيه؟ ننظر إلى تصرفاته كذلك، فإن وافقت الحق نفذت. إيه؟ نفذت. وذلك للعلة هي عبارة عن ماذا؟ للضرورة. لمين؟ وإحنا قلنا المفاسد المترتبة على الضرورة، على عدم تنفيذ تصرفاته، كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة. الناس مش هتصل رواتبها، المصالح ستتوقف، مفاسد إيه؟ عظيم. ولا ينفذ تصرفه لنفسه. الحكم القضائي زي ما إيه؟ زي ما هو. يعني يدير دولة ومش قادر يدير أمواله، هو كده الشريعة الإسلامية تفصل ما بين المقامات، تمام؟ إذ لا موجب لإنفاذه مع خصوص مصلحته. ليه يا جماعة؟ مفيش موجب شرعي يقرر له يدينا الفرصة ان احنا نحكم بانه هو يرفع عنه مين؟ الحج. لان احنا برضو لازلنا، لان الحجر للسفه يا جماعة يترتب عليه ماذا؟ منع التصرف لحظوظ الغير. هذه الحجر بأبسط عبارة، منع الايه؟ التصرف لحظوظ مين؟ الغير. وبناء عليه قبل ما يتصرف القاضي يأتي إلى أمواله ويشوف الدائنين. إنما هل يا ترى لو واحد بيبذر ويسرف وما عندوش لا دائنين ولا أي حاجة هيحجر عليه؟ لا، لا بد لوجود مصلحة من أجل الحجر، تمام؟ إنما هنا أمر دي أمر دنيا، أمر أخروي. ولا تبذر إيه؟ تبذيرا، تمام؟ هنا بقى في حاجة اسمها نظام الحزبة. لو أن إنسانا يسرف وينفق ويبذر ماله فيما يعود إلا على الناس بالباطل، يبقى هنا لابد من المصلحة العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي تجعل المحتسب هو الذي يرفع ضد دعوة ضد مين؟ ضد هذا الرجل الذي يبذر تبذيرا يترتب عليه فساد المجتمع. يعني السفه للتبذير بس، ما ينفعش للعكس. يعني ممكن يكون معاه فلوس كتير لكن بيبقى مثلا في ناس عنده حق. لا، اللي عندهم حق ده يحجر عليه. يعني بنشوف دلوقتي الاب بيتصرف تصرفات غير طبيعيه، فيقوم الابن يعمل له ايه؟ ده من اجل الايه؟ الحفاظ على الحق الآخرين. لا، هو ما بيبذرش، لا يعني العكس، ما بينفقش خالص، مقتر يعني. خالص. مع ذلك معاه كتير. طيب ده يعتد من السفه ولا لا؟ لا، هذا 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 يعني البخيل. أكتر من ما هو بس بيحافظ على المال، بس هو غير مأمور ديانة. هذا سيدنا أقول لحضرتك، سيدنا أبو سفيان، هند بنت أبي سفيان، جاءت بشكواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا سفيان مراته هند بنت عتبة، قالت للرسول، كانت متزوجة من أبو سفيان، فقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني،
فقال النبي عليه الصلاة: هل آخذ من غير علمه ما يكفيني؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إنما ما أمرش عليه إن هو يعمل إيه؟ يحجر عليه ولا يجيبه قدام الناس ويقضي عليه. تمام. يبقى هنا احنا زي ما احنا بنقول السفه يكون عندما تكون هناك حقوق اخرى. تمام. ما هنا بقى في الحاله دي زي ما احنا بنقول قتر او بزر وترتب على ذلك نموذج سيء في المجتمع، يبقى في مثل هذه الحالة أهل الحزبة والذين واللي احنا بنقول بقى عليهم دلوقتي محامي الآداب العامة، تمام، هم الذين من حقهم أن يرفعوا دعوة ضد هؤلاء، والمتضرر عليه اللجوء إلى مين؟ إلى القاضي حتى يأتي له بحقه. تمام. إنما لا يحجر عليه، لأنه هو كده كده قاعد على المال ومحافظ عليه. تمام. نعم. طبعا بلا شك، ما احنا قلنا يرفع امره الى مين؟ القاضي. والقضاء هو عبارة عن الزام بحكم الشرع، فان كان له حق، والمفروض ان الامور ده هي ديانة ربنا لما عالج قضايا المال عالج بعضها مخاطبة للنفس والإيمان المركوز داخل النفوس، أنفقوا مما جعلكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وبناء أيوة، ما هو منقصة. تمام. منقصة، والشريعة الإسلامية يعني بينت لنا أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر، وزم البخيل صلى الله عليه وسلم. تمام. وبناء على ذلك بس لا يحجر، لأن الحجر هو وقف المال من أجل مصلحة أعظم هي حقوق الناس، سواء كانوا بقى ولاده مراته، من أجل ورثة، من أجل يسموها ناس غرباء يعني كانوا من دينينه في وقت من الأوقات. يبقى هنا في الشريعة الإسلامية تحافظ على حقوق الناس. تمام. طيب. ثم قال: ولو تولى الأموال العامة محجور عليه، يعني سفيه، بالتبذير نفذت تصرفاته العامة إذا وافقت الحق. والعلة إيه يا جماعة؟ للضرورة. تمام. ولا ينفذ تصرفه لنفسه، لأن الأصل موجود لم يرفع، إذ لا موجب لإنفاذه مع خصوص مصلحته. ما فيش داعي يدعو إلى أن إحنا مدام يعني لا يوجد رابط ما بين نفوذ تصرفه في الأموال العامة إذا وافقت الحق مع نفوذ تصرفه لنفسه، لأن هنا أصاب الحق وهنا لا يصيب مين؟ الحق. فالذي لا يصيب الحق فيه يظل كما هو الحق، والذي يصيب الحق ينفذ مين؟ تصرفه. تمام. ولو ابتلي الناس بتولية امرأة. طبعا. ماشي. أو صبي مميز، خلاص عينه ولا أمير البلاد. تمام. وقد حدث في الواقع. تمام. قال لك يرجع إلى رأي العقلاء. ما هو ابتلاء، لأن تصرفات المرأة في زمان ما ربما لا تكون حكيمة، ربما لا تكون كذا لا كذا كذا، واحنا عارفين ان المنطق العام في شرع الولاية العامة اتفاق كامل ما بين اهل العلم بان المرأة لا تولى الولاية العامة اللي هو رئيس الدولة. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفلح قوم ولوا امرهم من امرأة. تمام. ما دول غير مسلمين، احنا بنتكلم على منطق الاسلام. فهل ينفذ تصرفهما؟ الضمير يعود على مين؟ المرأة والإيه؟ والصبي، فيما يوافق الحق كتجنيد الأجناد وتولية القضاة والولاة. الرجل قال إيه؟ قال وإحنا نعينها ليه أصلاً عشان أو نعينه ليه وهو لسه ولد صغير؟
فأنا متوقف عن مثل هذا الأمر. بس الشيخ لما قال لنا ففي ذلك وقفة، يعني توقف، يعني أنا لا أحكم فيها، بس ساب الحكم لمين؟ ليكم أنتم تعملوا الموازنة. هو لو سئل الإمام العز بن عبد السلام في مسألة كهذه أيعجز عن الإجابة الذي أدرك هذه الموازنات كلها ما بين المفاسد والمصالح وما بين رتب المصالح ورتب المفاسد ولا لا؟ أنت نفسك لو أنت عرض عليك السؤال حننظر بقى نقول بقى إيه رتبة المصالح التي يترتب على ارتضاها الناس على سبيل المثال. الناس توقوا إلى أن يقودهم من امرأة في هذه الحالة، نقول والله إن لم يكن وضع الناس إلا هذا وتراضى وتصالح الناس على هذا الأمر وكانت تصرفاتها برأي العقلاء توافق الحق يبقى تنفس. تمام؟ إذا احنا تجاوزنا مرحلة إنه قلنا لو سفيف ماله وقضي وقضى الله أن يبتلي الأمة بولاية أمثال هؤلاء الناس إن كانت تصرفاته تصيب الحق تنفس. تمام؟ نفس الكلام بالنسبة لمين؟ للمرأة. يبقى هو عاوز لما قال لك أنا أتوقف يعني كأنه يريد أن تعمل عقلك على حسب الواقع الذي تعيشه أنت على حسب هذه الحالة. وكمان توقف ليه؟ قال أنا مش عايز أفتح باب لمين؟ ها؟ لوجود مثل هذه الأحوال والمواقف في أي مكان من أماكن دولة مين؟ الإسلام. ليه يا جماعة؟ لأن ممكن يكون يتحقق هذا الأمر في زمن ما، زمن ما قبل قيام الساعة، أن يكثر النساء ويقل الرجال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة يقابل الرجل بأربعين امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصور أمر يذكر الأربعين والسبعة والسبعين. تاخدين بالكم ليه؟ للتعبير عن الكثرة. للتعبير عن مين؟ عن الكثرة. فقد يوجد زمان لا يوجد فيه إلا مين؟ إلا كثرة النساء. تمام؟ يعني 40 في مقابل واحد هتبقى الدنيا، وبناء عليه هم اللي هيتقلدوا المصناصب وهم اللي هيرقوا. وارد ان يكون هذا الامر كائن ولا لا؟ وارد ان هو العام. بس هو يقول لك بقى ما دام مش موجود في حياتي ولا موجود في زماني انا اتوقف وخلاص. لان برضو كمان من المعلومه الجميله ان المفروض ان العالم لا يفترض شيئا ربما يثير بلبله. تمام؟ زي ما الإمام مالك عندما سئل عن المين الإمام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عندما سئل عن حال الصحابة في حربهم ضد بعضهم الايه البعض الآخر ماذا أجاب؟ أجاب بآية من القرآن الكريم، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهنا سار على منهج مين؟ الأئمة الكبار في فهم الواقع. إذا كان المجتمع ليس بحاجة إلى فتوى فلا تنشر فتوى ربما تثير بلبلة. تمام؟ وبناء عليه لذلك كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يتكلم في الأمور الفرضية المتوقعة بين وقائع الناس بين أحوال الناس، ولا يتكلم في مسائل ولا يفترض مسائل تتعلق بماذا؟ بمناصب خطيرة زي الولاية العامة وغير ذلك. لأن من الممكن أن يتكلم كلمة ويقول حب يصل إلى ولاة الأمر يترتب عليه إحالته إلى مواقع السجن ولا ينفع في الناس ولا يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى. ودي أمر يحتاجه أصحاب العلم والعقلاء في كل زمان وفي كل مكان. ربنا لما قال إن كنتم بحاجة إلى جواب الشارع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا إيه لا تعلمون. إنما ماذا؟ ولذلك لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوء. واقعة أو اللي أنت هتعملها هتقدم عليها اعرف جوابها، لأن أنت بتسأل من أجل إيه؟ أن تفعلها. ولذلك فاسألوا الأول قبل ما تخرج. آفتنا
في سائر الديار الإسلامية أننا نعمل ثم نسأل، تمام؟ إنما الأصل أن يسأل الناس قبل أن أن يعلموا قبل أن يفعلوا، ولو علم الناس ما سيفعلون إيجاباً أو سلباً، مباحاً أو غير مباح، لتوقف كثير عن العمل. إنما الشيطان بيأخذ فرصة جهلك وينتهز هذه الفرصة ويحرك فيك كوامن الرغبة للعمل فيدفعك دفعاً دون علم، تمام؟ والإنسان عدو ما ما يجهل، تمام؟ وبناء على ذلك تكون الحسرة والندامة. طب اعمل ايه؟ شوف لحل يا مولانا، انا عدت، طلقت، انا اكلت، انا شربت، رحت جبت فلوس من البنك، انا غيره. طب ايه اللي دفعك الى ذلك؟ انا لطمت. واحدة ست مثلا تقول بتلطمي ليه؟ عارفة ان حكم اللطم لابد ان ممكن ان يخرجك من الملة، ولابد من شهادة جديدة للدخول في دين الله. وكذلك الذين يسبون الدين والذين يفعلون افعالا ربما تخرجهم من الايه؟ من الملة، ولو عادوا لا يعودون كما كانوا من قبل. وبناء عليه نسأل الأول ولا حرج، وربنا قال بلغة واضحة فاسألوا ايه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيما تقدمون عليه من أعمال، تمام؟ لكن دكتور، لو أمام الناس، أمام شخصان، إما إمرأة إما سبي، يفضل الولاية إمرأة ولا سبي؟ هو كلاهما لا تتحقق فيه شروط مين؟ يبقى هنا نوازن بين هذه الرتب. الرتبة الأعلى هي العقل اللي هو مناط التكليف، فنقدم المرأة بطبيعة الحال على مين؟ على الصبي، صح؟ لأن المرأة معها عقل، تمام؟ ولكن عقلها لا يتأثر كثيرا كحال الصبي الذي يتأثر بالصباح، تمام؟ وبناء عليه هنا يقدم مين؟ برضو موازنة بفتح الله عليك، تمام؟ المرأة هنا أو الصبي يا جماعة رجع إلى أهل العقل، تمام؟ وأنا قلت لكم مرة قبل كده في محاضرة سابقة إن العقل هو عبارة عن مجموعة من المكونات التي خلقها الله سبحانه وتعالى داخل الإنسان، فلا توجد حقيقة ولا ماهية معينة للعقل، تمام؟ وإنما العقل إنما هو عبارة عشان تتخذ قرار، الأمور متعلق بالشعور، بالوجدانيات، بالذهن، بالقلب، كل هذه الأمور التي تكون في النهاية إيه؟ العقل. ولذلك لا توجد مادة العقل في القرآن الكريم، العقل، وإنما آثارها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم تعقلون، تمام؟ إنما مادة العقل كاسم علم على شيء حقيقي لا يوجد، تمام؟ ولذلك اختلف الفلاسفة في تحديد ماهية العقل. إنما لو رجعنا إلى القرآن، أنا قرأت بحث لباحث فقال رجعت مادة القرآن بأكملها فلم أجد العقل علما على ذات، يعني اسم معين على مين؟ على ذات، ولكن آثار مكوناته هي التي لعلهم يتفكرون، لعلهم يرجعون، لعلهم يبصرون، يعقلون. كل هذه المفردات تبين آثار مين. ولذلك انت تركيبة يعني عجيبة لا يعلمها إلا مين؟ إلا الله. أنا مش عارف أخد قرار. طيب قلبك بيقولك، عقلك بيقولك، وجدانك بيقولك، شعورك بيقولك، تمام؟ كل هذه الأمور عندما تتلاقى إذا ربيت على الحق وعلى الصدق وعلى العدل وعلى الإنصاف وعلى دين الله سبحانه وتعالى، الأثر المترتب على ذلك يوافق الحق. أما إذا دخلت فيه الهوى وغلبت عليك حبك للحياة وأفردت غريزة ما بالسطو على هذا الشعور الموجود، تجد دماغك بيوجهك وقلبك بيوجهك ونفسك بتوجهك إلى مين؟ إلى ما تريد مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تمام؟
يبقى احنا بنقول بقى ده كلام فلاسفة كتير، ان احنا بس بندور على الواقع والحقيقة. ما هو النبي قال إيه؟ الا وان في الجسد ايه مضغة. يبقى هنا باعتبار ان الامر بيرد اليه، باعتبار مادة الحياة فين؟ في القلب. الدم هو اللي القلب هو اللي بيضخ الدم لكل سائر هذه الايه، فكأنه مالك لها على سبيل الحقيقة. تمام ولا لا؟ يا سر الحياة في، فإذا صلح صلح الجسد كله. ولا دايما يقولوا بقى القلب ولا الايه ولا العقل، أيهما أقوى في توجيه الايه أو توجيه الحكم على الأشياء؟ كلام أنت مش عارف الحقيقة ايه، أنت في النهاية بتصل إلى رأي، وربما تستعين بآراء صح حتى تصل إلى مين؟ إلى رأي، مش كده ولا لا؟ وبناء عليه جعل من ضمن الحقوق التي لك على الآخر أن يردك إلى الصواب أخوك المسلم. تمام. وربنا قال للنبي وشاورهم فين؟ في الأمر. تمام. مش لعنة، هي مش لعنة، ما فيش لعنة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عن ده تفسير، بس اتفق أهل العلم على عدم تولية المرأة، واستدلوا من بين ما استدلوا على، والأمة لا تجتمع على مين؟ على ضلالة. يعني لا يمكن أن يتفقوا على هذا المبدأ في الولاية العامة بخصوصها بهذا الحديث أيضا، والواقع الذي يفرض على الأمة أن يكون فيهم نظرا لمعاني كثيرة ومتعددة. إن شئت تقيم، وكلام كل هذه الأمور تجمعت وتلاقت فيما بينها حتى يصل إلى هذا الإيه، إلى هذا الحكم. يعني كان هذا اليوم مباركا بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه وأجراه الله على قلوبنا وعقولنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وحتى نلتقي في لقاء قادم، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والنجاة من كل بلية، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.